ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في تغطية خاصة جدا جدا في أوقات خاصة جدا جدا في ظرف خاص جدا جدا بتمر به مصر وبيمر به كل المصريين. على شاشة سي بي سي نتابع مع حضراتكم نبض الشارع المصري لحظة بلحظة في الاستحقاق الدستوري الأهم انتخابات الرئاسة 2024. والحقيقة خلينا نتابع مع حضراتكم كل فترة أهم العناوين اللي بترد إلينا من خلال مراسلينا ومن خلال المتابعين ومن خلال آخر الأنباء والأخبار. رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يؤكد لسي بي سي أن عمليات الاقتراع تسير بشكل منضبط ومستوى المشاركة فاق كل التوقعات. المنظمات الدولية المتابعة لانتخابات الرئاسة تؤكد عدم رصد أي انتهاكات والعملية الانتخابية تسير بشكل جيد. الهيئة العامة للاستعلامات تؤكد على عدم رصد أي ملاحظات حول سير عملية انتخابات الرئاسة. إقبال كثيف من الناخبين وحضور قوي لكبار السن في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية. مشاركة واسعة لطلاب الجامعات المصرية في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية. لسه مستمرين مع حضراتكم في يوم مهم، احنا نعتبر يمكن بنقترب من نهاية اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024. في اللحظات دي المصريين بيقولوا كلمتهم، المصريين بيختاروا قائد لدولة بحجم مصر، جمهورية مصر العربية، مش مجرد دولة على الخريطة، لا إطلاقا، هي مركز ثقل مهم جدا، هي محرك مهم.